طالما الاديشنال الانكريمنتال ريفينيو اكبر من الانكريمنتال كوست يبقى توكل على الله اعمل اديشنال بروسيسنج. هل انا بقى نصيب المنتج من ال 500000 دولار من الجوينت كوست هل نصيبه ليه علاقه باتخاذ القرار في الاديشنال بروسيسنج من عدمه؟ لا لانه سانك كوست. انا سانك كوست يعتبر ايرليفنت. اعيد المثال تاني الحته اللي ما اتسجلتش دي. يا مستر اصلا. طيب احنا قلنا عندنا كام طريقه اساسيه. طب انا عايز اسال سؤال، هو عدم التسجيل ده كان من اول فين؟ مش ممكن كل اللي شرحناه على الاكسل ده ما اتسجلش. طيب هو كده كده المثال ده بيكبر المثال ده. احنا عندنا ثلاث طرق اساسيه، يا اما اشتغل بالفيزيكال، يعني انا هنا عندي 500000 دولار جوينت كوست وده 240000 جنيه وده 360، هضرب 500 في 240 على مجموعهم، 500 في 360 على مجموعهم. اشتغلت بالسيلز فاليو ات سبليت اوف كوين، ال 200000 جالون او 240000 جالون دول بيتباعوا ب 200 وده بيتباع ب 600، يبقى 500000 في 200 على 800، 500000 في ايه؟ 600 على 800. اشتغلنا بالان ار في الحاله ديت، بجيب الفاينل سيلز فاليو اللي هي ال 500 واطرحها من الاديشنال تديني 300، هو ده الان ار في. وهنا مليون و200 ناقص 500 يديك 700، يبقى 500 في 300 على مليون وهكذا. واضح الكلام؟